ساعة شوف وجهي في رخصة السياقة لما كان عمري 18 سنة يعني. وجهك مثل حبة البوملي. فهمتوا؟ راح أحكي لكم قصة الصورة هذه قسما بالله قصتها قصة أنا وأبويا. يلا قول أنا بس تبدأ كمان تسمع يلا صورينا سنابات بس. يلا. طيب راح أحكي لكم وأنا ميكس يعني إنسانة يعني صراحة ما بحب أكذب على المتابعين. حلو. حياتي حياتي يعني هذاك هي حياتي هذاك هو أبويا يعني. أكيد. فهمتوا؟ أكيد. يعني فهمت عادة وأنا راي سويت رخصة السياقة وأبويا ما يعني علمه إنه أنا بعمل إحنا نقوله برمي رخصة السياقة علمه إنه أنا بتمرن وكل شيء ومعايا أبويا إنسان يا جماعة قبل ما تزوج وقبل وقبل وهلا صار أوكي يعني معناتها تزوجتي بينك وبين زوجك فأبويا كان يكره إشي اسمه ميك اب حلو تعملي ميك اب تاكلي تريحة يا تنضربي شوية حمرة تنضربي من الأخير ما فيش عمرك 18 سنة ما تعمليش مش ليكا تاكلي تريحة مش ليكا أيوه فيا جماعة كنت بعمل حمرة بسرقة لأبويا فهمتوا بسرق على أبوي فعمر 18 سنة أخذت رخصة السياقة خلاص وأنا مشيت لحالي أنا من الصغيرة بعمل على حالي يعني رحت مشيت أعطيت الصور تبعي وجهزت رخصة السياقة ومبروك ورحت لأمي وأمي تصغرت وراري مبروك 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 أكا وبابا قال لي مبروك طلعتيني رخصة السياقة أعطيتها له فيها شوية حمرة الصورة مش هادي اللي فرجيتها لك هاي صورة ثانية القديمة هادي رخصة السياقة كسرها على اثنين يا جماعة قال لي الرخصة هادي قولي والله قسما بالله يا ربي قسما بالله مكس يا مكس هادي ولا والله قسما بالله العظيم اني معك والله يلا عاد شبيك بالمشكلة كسرها أيوة. على اثنين كسر رخصة السياقة قال لي هادي مستحيل تطلعي بها للشارع هذه ما يشوفها ولا حدا عاملة حمرة عمرك 18 سنة مالك يصير عمرك 20 سنة اش تعملي قال لي قلت له والله فهمت قال لي مالك كان يصير عمرك 20 سنة اش تعملي سبحان الله بابا كان حاسس بي انشهرت في عمر 20 سنة قال لي عمرك 18 سنة وعاملة حمرة في فمك وهيك ومصورة كان حاسس بش انشهر على 20 سنة لا كان حاسس بي هيك يعني أوكي. فهمت فصرت تبكي انا لانه صراحة انا كنت بشوف حالي مش حلوة بقول ونكد على عمتي سمير ونكد علي يوم ال ايش عمتي سمير راح على الفاضي قال لي بكره بتروحي يا جماعه قسما بالله والله بصور لكم بوي كيفاش عمل لي ثواني طيب تعرفوا شو عمل يا جماعه صحاني الصبح من يوم بكره قال لي اغسلي وجهك قدامي ولا تعملي شيء وعمل لي الحجاب هيك قال لي هذا هو اللي بين قال لي بيني حواجبك عيونك فمك كبس لي الحجاب هيك وعمل لي الصورة هذيك هي اللي فرجيتها لكم طيب قال لي بدش يجيب لي شيء تشربيه بفسر المتابعين طيب تجيب تشربيه ولا لا عصير أوكي. وقال لي هيك بتلبسي وبتصوري الصورة هذا هو الصح يا جماعة قسما بالله رحت هيك وانا صغيرة يعني وانا صغيرة قاعدة بتصور هيك زعلانة مبينة في الصورة زعلانة صورت الصورة وانا زعلانة اليوم هذاك مستحيل انسى جويد هادي فريال ولا مين عملت لي بلوك انا ما بشوفهم فبلي قبل شوية ولا اخت زوجي هي اللي فرجتني الحساب تبعها شفتهم والله عملت لي بلوك ما بشوفهم شفتوا الفيديوهات الكل فيديوهاتي انا منزلتهم الي 3 سنين وسنتين اكتبوا ضحى يعني قبل وقت انزلوا على حسابي تلاقيه في حسابي انا هذوكم الفيديوهات نزل فيهم هي راه في حساب هذا التيك توك تبعي في الانستغرام القديم وكلهم اصلا في الانستغرام القديم اول ما فتحته يعني فتحت فيه فيديوهات قديمه دوكم فيديوهاتي انا بس في فلتر انك تحط صور ناس اخرين هي حاطه صورتها هي صوره ناس اخرين ما بعرفها البنت بس الفيديوهات تكون فيديوهاتي انا بس الشبه الوجه مغيره في غيرت لي في وجهي القديم يعني مكبرت لي كيفاش مغيره الصوت تعمل في فلاتر الضحى هذيك انا بس الفريال هذه عامله اسم وعامله اشياء وهميه علشان المشاهدات تكبر حسابها وبعدين تمسح الفيديوهات ف
فهمتوا؟ تكبر حسابها يوصل حسابها. في ناس كل مرة كل ناس وكيف بدها يعني تكبر حسابها بأي طريقة. فهذه استغلت الشيء هذي وصراحة والله بكون يعني مصدومة في المتابعين كيف يصدقوا. طيب مبينة أنا يعني مبينة أنا ومبينة عملت لي فلتر يعني مبينة. فبالله يصحوا في فيديوهات قديمة عم غيرت لي في وجهي ومغيرت لي في صوتي ومغيرت لي في طول حياتي يعني نصور لكم من غير فلترات. أو حتى كان جيت أنا ديك من غير فلتر يعني ربي خلقني أفشة ربي خلقني مش حلوة أشو أعمل. بس هذيك البنت هاك عملت شاف الطريقة ذكية والله ذكية شاف الطريقة تشوف فيها المشاهدات واستغلتكم وانتم ما صدقتوا. اللي يشوف الفيديو تبعها يعملها يسكر لها حسابي يعملها بلوك بدكم تشاهدوه ما والله أنا حكيت خلاص. نزلني ميكس وانا رايحه اشوف في الفستان تبعي فراح احكي لكم متشوقه. نزلني ميكس شفت الشنطه هذه ثقيله وفيها 4 فساتين راح اخذهم معي وانا لسه ما جهزت شنطه السفر. يعني شو تتصوروا مني اخر شو تتصوروا؟ مش 4 فساتين اللي جماعة الناس موصيين فساتين من عند سارة وما لقيوش مين يجيبهم فأنا راح أجيب الفساتين كلهم ومنهم فستان رحمة. يعني خلينا نعملوا الخير. وأقوى من هذا كله لأن أنا ما نسيت ما جبتش مفتاح المصعد راح أطلع الطابق الثالث بالشنطة هذه. أوكي حلو كتير. وصلت بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا للبيت. مشكلة دي أنا شوفوا شوف الأغراض نفتح الضوء خط السجادات تبع المطبخ الغسيل. ريحه البيت نظيفه. اول مره في حياتي ناخو اشياء من شيئين ففرحانه بيهم كثير في نفس الوقت. يعني شيئين كنت ديما نقول يعني فساتينها يجيو قصار على دين على اوكي جوني قصار وكل شيء لك لقيتو محل. فباش نشوف باش نلبسهم في دبي في الايام العاديين يعني غير العرس. فستاني يا جماعه مش فيه زينه كثير ديزاين باش نصدموا فيه ضحى. فستاني ضحى خلاص ولون كثير حلو شيء راقيه وانا مبسوطه اني راح اغير الجو. الله عليك يا شيف بوراك الله. بيت الحاره ديال البيت خليني افتح البيت. لا عادي عادي عندي زهريني. شو زهريني؟ كل ما نجوع نطبخ هالطبخه كل ما نجوع نطبخ هالطبخه ما فيش غيرها. لحم لكن ما عادش في اكل شوارع خلاص عندنا. والله معناه ممكن ما نجوش ناكل الفلفل نين ناكله مطبوخ. غلط الواحد ياكل ني صح؟ لا بمزحش جد والله مش غلط. فلفل شو احكي مسلخ؟ شو مالك تطبق في حكم؟ حار ميكس؟ حار حار والله حار؟ مي 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 ليه هيك تزيد تتحر هيك؟ ذكرتني لما كنت صغيرة عندك فيديو تطبق يا خييي عيدة بالله عيدة
الحمد لله رب العالمين تم مع خير، لقينا عروسة الغالي الحمد لله. واخيرا بدي افرح بيك ان شاء الله، واخيرا بدي افرح بيك يا شيخ ان شاء الله، واخيرا ورب العزه لعمل لك اشي بالاردن ما صار بالوطن العربي. بس انت إن بس اشوف الدبل بيدك ان شاء الله عن قريب. قول يا رب باذن الله. اسمعك انت بتتابعيني، والله نيالك عليه والله العظيم نيالك. اقول لك يكفي انه مجنون. اه لا آه. لا يكفي يكفي انه 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 قول قول لا قول. الله يرضى عليك خلاص والله بمزح والله. افتحي امك قاعد باخذ الدرجات يا يلا ضحى قول يا رب. تعال ستاين يا ضحى خذها. طب شو عندك يا ميكس كثير؟ ها سعد ما عنده يما صراحه انا اي شيء سعد اخوي بحب اخذه والله. لا انت سعد يا ميكس لا تحنبال ورجع اسمع. ها خذ سبلاش للجسم سبلاش خذ الزنبليب تبعه. لا بابا يا ميكس والله صراحة في قميص فد اخضر والله العظيم رجعها رجعها دك عم العطر يا يلا مشي حبيبتي يلا عجبتك هذا الموضوع خلاص حط الكيس.